بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قولوا لكم صحة من ضنكم. أنا متواجدين في قناة جزائر أنوان في برنامج قفة عند باب داركم. راح نتوجه إلى عائلات المعوزة. انطلقنا من مقر القناة لنقف على أبواب عائلات محتاجة ونمد يد العون بمواد غذائية تشد بعضاً من رمقهم، ونشارك لحظاتهم بكل تواضع وإنسانية. في قلب كل مدينة وفي زوايا الأزقة الضيقة تكمن قصص لم تروى بعد. رانا متواجدين حاليا في حي الصومام، وفقنا ربي باش نمدوا قفة رمضان لأول عائلة. قصص عائلات تكافح كل يوم لتوفير لقمة العيش. قفت عند باب داركم هي رسالة أمل وجسر تواصل بين العائلات الفقيرة. مشاهدينا الكرام، رانا متواجدين في حي سوريكال في برنامج قفة عند باب داركم. وفقنا ربي باش نمدوا هاد القفة لعائلات المعوزة. مع كل قفة تزرع بذرة أمل وترسم ابتسامة على وجوه الأسر المحتاجة وأطفالهم. مشاهدينا الكرام، كما كنتوا تشوفوا فينا من برنامج قفة عند باب دارك، انتظرونا في فرصة أخرى إن شاء الله.